يسعد مساك عبد الله ومساء متابعين قناة اس بي سي، متواجدين اليوم في قلعة شمسان، واحدة من الزوايا الجميلة والمميزة لمهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية. طبعا يشارك فيه عدد من الفرق سواء من منطقة عسير أو على مستوى المملكة، وأيضا الفرق من خارج المملكة. حابين أن ناخذ لقاء ونتكلم عن واحدة من أميز وأبرز الفرق المشاركة ضمن هذا المهرجان الدولي، وهي فرقة عمان الشقيق. ويسعدنا أن نرحب برئيس الفرقة الأستاذ عادل أمان الله. نرحب فيك أستاذ عادل، سعيدين بتواجدك معنا على شاشة الاس بي سي. الحمد لله على كل حال، وبعده أحسن ترحيب منكم، واستقبلتونا ما شاء الله برحاب الصدر، وتفاجأنا نحن ما شاء الله الناس كلها والجماهير كلها بتلتم علينا، وتعرفنا على ثقافات أخرى هنا عندكم في المملكة والمنطقة، وتعرفنا حتى في على فرقة من مختلف الدول هنا. جميل. الألوان اللي أنتم تقدمونها كفرقة يعني ما شاء الله أشوف لها شعبية والناس كذا مبسوطة وأنتم تقدمون الألوان، عرف المشاهد. والله نحن بنقدم الألوان الشعبية المحلية اللي نحن بنستخدمها في غالبا في الأعراس، دائما بنبدأ فرقة برقصة المزمار، عندنا بنبدأ برقصة المزمار وهي بتكون بالسيف للرجل وأنثى بتلعب معاه، هذه نفس اللي تقوله أنت تحول العروس، يعني حول العريس بيروح لبيت العرس وبيقابل العروس فيها وبتفرح الناس كلها مع بعض. جميل. انطباعاتك عن أبها، زرت أبها قبل كده؟ أنا أول مرة أجي أبها، بس أبها بصراحة منطقة جميلة، والبرد والأجواء خرافية هنا، بتشبهنا دائما بمناطقنا، يعني احنا عندنا في جنوب السلطنة هناك الأجواء دائما بتكون باردة خلال الصيف، بس البرود عندكم على شوية من. الله يحييكم بين أهلكم وبين أخوانكم وربعكم، ونرحب فيكم. شكرا لك أستاذ عادل، سعدنا بتواجدك معنا على شاشة الاس بي سي.